الأحلام في الميزان. أحلامه كثيرة، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فالحظ لم يقف إلى جانبه لتحقيق الحلم، فوجد طريقا آخر مغايرا تماما لما حلم به. شو كانت أحلامك ومرحلة الطفولة إذا تحب تحكي لنا عنها؟ والله طبعا دائما الواحد عنده أحلام، الإنسان بيعيش يعني ما بي يعني كل ما حقق هدف أو حلم بيطمح بيحلم مرة ثانية. فأحد الأحلام اللي كانت عندي ولهلا إنه أكون طيار، فما تحققت هيك، ويعني صاير إنه مثلا منا هيك لما طلع بالسماء بشوف طيارة كذا، كمان بقول قديش إنه الطيار قلبه جريء، ارتفاع عالي، يعني كنت حابب يكون إنه خوض هالتجربة هاي. شو العائق اللي منعك من تحقيق حلمك؟ بقول مثلا إنه ما يعني ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح وما لا تشتهي السفن. ففي أسباب عدة بتكون يعني من الشخص نفسه ومن البيئة المحيطة فيه. شو الشيء الثاني يعني اللي حققته هلا، وشو عم تشتغل وشو عملك؟ والله الحمد لله أنا عم أشتغل شيء في مطعم، يعني بحب المهنة وبهواها. طبعا من الصغر كنت أتفرج على الوالدة، كانت شاطرة بالطبخ، إنه كيف تطبخ أكل وكذا وهاي، فحاول أقلدها أوسع على بهالشيء هذا، وصل لي مجال إنه دخلت على المطعم يعني مع ناس أبادم وكذا، حبيت المهنة بزيادة. فالحمد لله يعني حققت إنه يعني شيء كويس كتير، إنه مثلاً اشتغل وبشعر بسعادة إذا بيجيني ضيف أو بيجيني حدا على البيت أو كذا، إني ضيفه وأكرمه، فهذا الشيء بسبب لي كتير يعني حالة من الفرح والسعادة. شو الطبخات المميزة اللي بتطبخها وبتعملها وبتقدمها؟ والله شيء الأكل كتير، يعني المصلحة بحر صارت علم يعني بحد ذاته يعني، بس أكتر شيء بالنسبة لي أنا بحب الأكلات اللي باللبن، مثلاً شاكرية ششبرك كذا هيك شغلات، كونه كنا قاعدين بالشام يعني فمنحب هالأكل. والمطبخ الشامي يعني معروف غني وواسع كان بالشرقي وحتى بالغربي كمان، بالأكل الغربي الحمد لله يعني بنعمل شغلات طيبة وكويسة. شو حققت من أحلامك؟ يعني شو الشيء اللي وصلت له هلا وشو اللي طمحت له وحققته؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى أكرمني بزوجة وأولاد بجننوا حلوين كتير، فهي نعمة و قمة الأحلام. يعني ما كنت أتوقع إنه يجيني أولاد بهال، يعني صارين هني رفقاتي وأصدقائي بالإضافة إنه كونهم أولادي، فهي يعني هالشي هذا خلاني أنسى كل شيء أفكر غير فيهم. بمرحلة الطفولة كل إنسان يعني الطفل بتكون عنده أحلام كتير كبيرة. بمرحلة الطفولة هاي الأحلام بتبقى مثل ما هي بعد النضوج ولا بتتغير بحكم الظروف؟ بالنسبة للأحلام هاي بتلاشى أحيانا، لأنه بيكون مستحيل إدراك، يعني مثلاً الطفل عنده مخيلة بيكون فبيحلم كتير، ممكن واحد يعني حتى بيوصل لمرحلة الشباب كذا بضل عايش على أحلام. الأحلام هاي هي بتخلي الإنسان يشعر بالسعادة أو يعطيه حافز ليدرك الأهداف اللي بده يقولها، فبيعرف إنه اللي عم يطلبه شيء مستحيل، لذلك الإنسان لازم يكون قنوع كمان يرضى باللي هو فيه. إلى اللقاء مع حالم جديد.